بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكم تقطعوا بعض، عاوز فحت، ريل فحت. انجوي. والسكس الليدي 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 يوم عيدو، يا رب بارك 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 ويزيد وخدي. يا بوي تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابدلي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ابني كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا اسماعيل. حاسب يا اسماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر، اما من الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبلة ياد، اضرب القنبلة ياد ياد. خيانة خيانة يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت بتعرفك بتقول ايه؟ ولا حاجة. الصوت العالي انت ايه؟ الصوت والذوق يا ابن فواز. ما تكسرش يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسك هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عالي. رجالة بشنباتة عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك التارك، مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده، يا رب تبارك 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 وتزيده. ريست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي، يلا انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك والسهل اللي يجراني. عارف يا فواز، انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى راي المثل، ما محبه الا بعد غباوه. ايوه صح يا نجاتي، انت غبي. كله من المدعوج اللي اسمه النت دي. من النهارده مفيش نت في المزاريطه، فجوسه وقطمها جحش. ايوه وعلى راي الشاعر، ايه اوه لو سالوني. بينا رجاله بينا رجاله. هي تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع يا جماعه؟ المكان اللي اتدمر ايه؟